بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد الأنبياء والمرسلين. في هذه الحصة من مادة التربية الإسلامية سنتناول حديث شريف وعنوانه الاقتصاد في الماء، وهو الدرس 21 من كتاب الصف السابع صفحة 88. الآن نقرأ الحديث ثم نشرحه بإذن الله. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بسعد وهو يتوضأ فقال: ما هذا السرف يا سعد؟ قال: أي سعد، أفي الوضوء سرف؟ قال: نعم، وإن كنت على نهر جار. راوي الحديث الشريف هو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وقلنا عنهما لأن الصحابي عبد الله بن عمرو هو صحابي، وأن والده عمر بن العاص أيضا صحابي، فنقول رضي الله عنهما. روايته كان من أكثر الصحابة رواية للأحاديث وكتابة لها، وما يميزه عن غيره من الرواة أن النبي عليه الصلاة والسلام قد سمح له بتدوين الأحاديث الشريفة على مدونة خاصة به. ومعنى مدونة أي دفتر أو كتاب أو أوراق خاصة به أو ما شابه ذلك. وبالنسبة لصفاته كان عالما زاهدا، أما عن وفاته فقد توفي في العام 65 من الهجرة. أهم المعاني الموجودة في الحديث الشريف معنى السرف. السرف تجاوز الحد في استعمال الماء أو الإنفاق. إذن هون بالحديث المقصود بالسرف تجاوز الحد في استعمال الماء. بشكل عام السرف اللي هو تجاوز الحد في الإنفاق أو في استخدام أي شيء. ما هو الفرق بين السرف والتبذير؟ السرف يكون في المباحات كما هو موضح، أما التبذير فيكون في الأمور المحرمة. بالنسبة للقصة الموجودة بالحديث الشريف، إن النبي عليه الصلاة والسلام كان في طريقه ومر على أحد الصحابة وهو سعد بن أبي وقاص. كان سعد يتوضأ لكن كان يسرف في استخدام الماء، فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن لا يسرف وإلى أن يقتصد في استعمال الماء. فقال سعد متعجب: يا رسول الله، حتى في الوضوء ينهى عن استخدام الماء بكثرة أو عن الإسراف فيه؟ أفي الوضوء سرف؟ فقال له النبي: نعم، وإن كنت على نهر جار، أي حتى لو كنت تتوضأ من ماء كثير، أي نهر جاري. إذن يحرم أو لا يجوز الإسراف في استخدام الماء حتى لو كان ذلك بغرض الوضوء أو بغرض من أغراض العبادات. شرح الحديث الشريف كما هو موضح: الماء نعمة من النعم التي أنعمها الله تعالى على كل الكائنات كالإنسان والحيوان والنبات، وهو سبب حياة كل شيء، والدليل على ذلك: وجعلنا من الماء كل شيء حي. إذن ما دلالة هذه الآية؟ دلالتها أن الماء هو سبب حياة كل الكائنات أو كل شيء في الأرض. وقد نبه الله سبحانه وتعالى إلى ضرورة شكر الإنسان ربه على هذه النعمة، أي نعمة الماء. كيف يكون شكر الله تعالى على هذه النعمة؟ يكون بأمران: الأمر الأول بالمحافظة على هذا الماء، اثنين عدم تضييعه وذلك بالإسراف فيه. ننتقل إلى النشاط في صفحة 89، نشاط أستخرج. أستخرج من الآيات الكريمة الآتية فوائد للماء. عندنا آيات بدنا نستخرج من كل آية فائدة للماء. الآية الأولى قال تعالى: وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. فائدة الماء بحسب هذه الآية اللي هي إنبات الثمار. الآية الثانية قال تعالى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. الفائدة من الماء بحسب هذه الآية الطهارة. قال تعالى: هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب. الفائدة من الماء بحسب هذه الآية الشرب. إذن ينبغي أن نشير إلى أنه لا تقتصر أهمية الماء في الحياة على الاستخدامات اليومية المعتادة مثل الشرب، تنظيف الأواني وغسل الصحون وتنظيف المنزل وتنظيف الأسنان وغير ذلك من الاستخدامات اليومية، لكن للماء أهمية بالغة في عباداتنا وطاعاتنا مثل الوضوء والغسل وغير ذلك.
لذلك نهانا الله تعالى عن الإسراف في الماء في القرآن الكريم وقال ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ننتقل إلى النشاط رقم 2، نشاط أفكر. يسرف بعض الناس في استخدام الماء، أفكر في السلوكات غير الصحيحة في استعمال الطلبة للماء. بالنسبة للطلبة ممكن يسرفوا بالماء عن طريق مساعدة الوالدين في تنظيف البيت أو في غسل السيارات، أو عن طريق الإسراف بالماء عند غسل الأسنان أو الإسراف عند الوضوء وغير ذلك. النشاط رقم 3، نشاط أكتشف. علامة تدل إجابة سعد بن أبي وقاص للنبي صلى الله عليه وسلم، طبعا أي إجابة، اللي هو عندما قال أفي الوضوء صرف، تدل إجابته على أهمية المحافظة على الماء الذي هو أساس الحياة. هيك تقريبا بنكون أنهينا الدرس. في النهاية الماء كالمال نعمة عظيمة. هل سمعت في يوم من الأيام بشخص قد رمى ماله على الطريق؟ مستحيل. ليش؟ لأن المال نعمة عظيمة، كذلك الماء ربما هو نعمة أعظم من نعمة المال، لذلك يجب علينا أن نحافظ على هذه النعمة. كانت العرب تقول الماء أهون موجود وأعز مفقود، إذن وإن كان الماء كثير ينبغي أن نحافظ عليه. في النهاية أود تذكيركم بأن الحديث الشريف حفظ، ويجب علينا حل الأسئلة على الدفتر هاي الإجابات. ويعطيكم العافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.